نشاطات ميلادية مختلفة في هذا التقرير. أشار وزير الداخلية مروان شربل خلال توزيع هدايا على أبناء شهداء قوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني في الوزارة إلى أن بقاء هذه المؤسسات العين الساهرة هو الكفيل بديمومة لبنان. أقامت منسقية تيار المستقبل في الجومة عكار حفلا للأطفال في المدرسة الأرثوذكسية في حضور حشد من الفعاليات الروحية والسياسية وأطفال المنطقة. كذلك أحيت فرقة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الشيخ طابة عكار أمسية ميلادية برعاية المطران باسيليوس منصور. أحيا طلاب راهبات القلبين الأقدسين حفل ترانيم ميلادية في وسط الشارع العام في البترون في حضور راهبات المدرسة والهيئتين التعليمية والإدارية، وتضمن الحفل أناشيد ميلادية عالمية. أطلقت مؤسسة رنيم عوض قرية الميلاد للعام 2012 بشعار معا نفرح ونعيش، وتميزت القرية هذا العام بإطلاق نواة كورال صغيرة الزاوية الذي سيكون له مشروع نموذجي يزيد الرابط بين الأولاد والموسيقى. أقامت رعية مار أنطونيوس في الزغرين سهرة ميلادية بعنوان يسوع هو العيد، أحيتها جوقة الرعية بقيادة بيير بوكرم، وتخللتها ترانيم بلغات مختلفة في حضور عدد كبير من المؤمنين، وأقيم احتفال بالعيد بعد السهرة الغنائية. نظمت بلدية عين إبل احتفالا ميلاديا في كنيسة البلدة شاركت فيه القوات الدولية العاملة في الجنوب في حضور قادة الكتائب الإيرلندية والفرنسية والغانية، وتخلل الاحتفال عرض لألعاب الخفة وريسيتال ميلادي. أطفال كفرحون استمتعوا بأجواء الميلاد المجيد في لقاء نظمته لبنان وورلد سوبر موديل كريستال هندي، احتفال تم فيه توزيع الهدايا على الأطفال ترافق مع عروض خاصة بالمناسبة. برعاية لجنة تجار الدكويني ومن تنظيم نادو فلاورز أقيم مهرجان العيد أمام مبنى بلدية الدكويني بأجواء من البهجة غمرت الحضور، وتم توزيع الهدايا على أطفال المنطقة. وفي رميلي أقامت جمعية مار أنطونيوس الخيرية في صالة كنيسة مار أنطونيوس احتفالا لأطفال البلدة، ودعت رئيسة الجمعية ريتا بولوس إلى التعاون، وقطعت ورئيس البلدية قالب الحلوى. أشجار العيد أضيئت في كفر قطرة والفوارة والباروك ومعاصر بيت الدين وأسر جبال، وأقامت رئيسة بلدية كفر قطرة حفلا لأطفال البلدة والقرى المجاورة في مجمع الشوف السياحي.